من هنا بمقر بلدية الخروب ولاية قسنطينة انطلقت القافلة التحسيسية للوقاية من حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، والتي سخرت لها الحماية المدنية لقسنطينة 202 عونا لضمان المناوبة 24 ساعة على 24 ساعة، وهذا خلال صيفي 2020. إنسان كيتاخذ الإجراءات الوقائية ويلتزم بها راح يحمي المحصول الزراعي تاعو. انطلاقه كانت اول جوان، كل الوسائل البشريه والماديه جندت، من بينها 22 شاحنه تدخل لرجال الحمايه المدنيه و 202 عون يضمنون تدخل 24 ساعه على 24 ساعه، وهنا هيك على الريتم المتحرك. القافله التحسيسيه التي سيتواصل نشاطها الى غايه 25 جوان ستجوب البلديات ال 12 للولايه، وذلك بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية والطاقة والأشغال العمومية. عندنا حوالي المساحة الإجمالية للحبوب الشتوية تاعنا أكثر من 90,000 هكتار. ولتفادي يعني أي خسائر، وكانت هذه الانطلاقة تاع حملة تحسيسية، ومدينا التوصيات للفلاحين وكذا المواطنين على أهمية هذه الحملة لتفادي الخسائر، أي خسائر. رغم هذه التدابير المتخذة، يبقى وعي المواطنين عاملاً أساسي لتفادي هذه الحرائق التي التهمت أكثر من 500 هكتار من المحاصيل الزراعية خلال صيف 2019 في ولاية قسنطينة.